يعني بالفعل نحن نتحدث عن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا يعود لعائلة ماضي قبل لحظات قليلة من الآن. توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان وتم انتشال إصابة واحدة، وما زالت الطواقم تتواجد في المكان بحثا عن إن كان هناك عدد من المفقودين الآخرين، لأننا نتحدث عن منزل ومنطقة مليئة بالسكان. هذا المنزل هو ليس المنزل الأخير الذي يتم استهدافه من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، سبقه استهداف منازل أخرى طيلة الأيام الماضية. كان آخر المنازل التي تم استهدافها منزل يعود لعائلة أبو عنزة، نحو 20 شهيد إلى الآن، تم انتشال 14 شهيدا مساء أمس، واليوم استكملت طواقم الدفاع المدني وبلدية رفح والسكان البحث عن آخرين مفقودين تحت الركام، إلى أن وصل عدد من تم انتشالهم إلى 20 شهيد، فيما لا يزال البحث إلى الآن عن نحو 3 مفقودين تحت ركام منزل يعود لعائلة أبو عنزة. لكن منذ صبيحة هذا اليوم إلى الآن لم يتم تسجيل سوى غارة واحدة في هذا المنزل الذي يقع في حي الجنينة في شرق مدينة رفح. هذا على صعيد مدينة رفح التي تأوي أكثر من نصف سكان قطاع غزة ويعيشون ظروف صعبة وقاسية ومأساوية، على أمل أن تسفر كل الجهود المبذولة في وقف إطلاق النار والعودة إلى مدينة غزة وإلى شمال القطاع. أيضا ما وصل إلى مستشفى أبو يوسف النجار نحو 4 من الشهداء تم انتشالهم من محافظة خان يونس جنوبية القطاع إلى مستشفيات مدينة رفح، فيما تم انتشال أيضا جثمان لشهيدين آخرين في إلى مستشفى الأوروبي في شرق مدينة خان يونس جنوبية القطاع، حيث أن هذه المدينة وبالتحديد في منطقة مدينة حمد الإسكانية تتعرض لحصار مطبق وخانق وإطلاق نار وإطلاق قذائف، والسكان يستغيثون بضرورة توفير ممر آمن لهم من أجل الخروج من هذه المدينة وصولا إلى أي مكان آخر، لا أن يبقوا في هذه المنازل. لم تنجح كل المناشدات التي أطلقوها منذ أمس إلى الآن في إخراجهم، أصوات الطلقات النارية متواصلة، أصوات القصف المدفعي في مدينة خان يونس ما زال مستمرا ومتواصلا إلى هذه اللحظة. في مدينة غزة وشمالها فإن إسرائيل ارتكبت مجزرة بالقرب من دوار الكويت، عندما كان أيضا النازحون عندما كان من بقي في مدينة غزة ينتظرون دخول شاحنات المساعدات. هذه ليست أيضا المرة الأخيرة التي تقوم إسرائيل فيها بقتل كل المدنيين العزل الذين ما زالوا يبحثون عن الطعام والشراب، وبات هذا المشهد يتكرر بشكل يومي في مدينة غزة بالتحديد عند دوار الكويت في جنوب المدينة أو في شرق جنوب المدينة، وأيضا في منطقة غرب مدينة غزة بالتحديد عند دوار النابلسي في شارع الرشيد. باتت هذه لقمة العيش مغمسة بالدم لأنهم يموتون جوعا، وحتى هذه اللحظة كل ما يصل من المساعدات الغذائية والإغاثية إليهم هو قليل جدا ولا يلبي ولا يغطي ولو مدرسة إيواء واحدة. نعم، يعني ماذا أيضا محمد عن الحالة الإنسانية وفكرة تدفق المساعدات سواء عبر الإنزال الجوي أو الوصول من المعابر؟ يعني فيما يتعلق بالتحديد في المساعدات الإغاثية والغذائية، ما يدخل عبر معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح التجاري لا يتجاوز 200 شاحنة، وقد سجل تراجعا كبيرا الشهر الماضي في دخول الشاحنات إلى قطاع غزة. ما يدخل لا يتجاوز 200 شاحنة، أغلب الشاحنات من خلال معبر كرم أبو سالم التجاري، والذي تتحكم إسرائيل في كل ما يدخل إلى القطاع، تمنع ما تريد وتسمح ما تريد لدخوله، وأيضا عبر معبر رفح التجاري الذي أيضا تدخل من خلاله هذه الشاحنات. كل ما يصل إلى الآن يعني حتى هذه اللحظة لم ينهي الواقع الإنساني الصعب، لم يخفف من حدة الظروف الاقتصادية للسكان، هذا على صعيد الشاحنات. أما ما يتم إنزاله من خلال عمليات الإنزال فهو قليل، بمعنى أن حتى هذه اللحظة ما نزل في مدينة رفح أو في غرب محافظة خان يونس أو دير البلح أو شمال القطاع أو مدينة غزة لا يوازي 5 شاحنات مساعدات غذائية وإغاثية. فلذلك كانت كل المطالبات بضرورة إدخال 1000 شاحنة يوميا لسد هذا العجز، لتغيير الواقع الإنساني الصعب، بدلا من أن يتم يعني زيادة معاناة السكان دون تكاثف كل الجهود لزيادة عدد الشاحنات وإدخالها. الأوضاع مأساوية جدا على صعيد الطعام والشراب في مدينة غزة وشمالها، ويموتون جوعا، وقد سجلت وزارة الصحة استشهاد نحو 15 مواطنا وطفلا ماتوا جوعا جراء سوء التغذية والجفاف. شكرا جزيلا لك محمد الدعور مراسل الغد، كنت معنا من رفح جنوب قطاع غزة.